السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أحبتي. هذا أخوكم ماجد من قناة ألعاب ماجد. اليوم راح نكمل دارك نيمسيس. دارك نيمسيس واحدة من ألعاب الار بي جي، دائما ألعاب الار بي جي يعني يكون لها طابع خاص وشعبية، يعني ما ادري ليش. هنا يطلب مني تسجيل فيسبوك جوجل، هاي سجل بحسابنا جوجل. عندهم حدث مال شهر ابريل، الحدث بيه جوائز ومو جوائز يعني عينية مثل ما تقول يعطونك سيارة لو شو اسمه، لا جوائز تكشي بسيط من اللعبة. دشينا على اللعبة، مثل ما قلنا اللعبة اسمها دارك نيمسيس. كرييت كاركتر، راح اسوي كاركتر نلعب به يعني بطل. We slowly began to forget the old prophecy. تقول نسينا الماضي وبدينا حرب. Blissfully unaware of what the goddess of light has in store for them. The crystal of light. يعني drifted listlessly through the tunnels. نسوا الخالق والهاي وظلوا يشنون حروب. Found the crystal and displayed it in their museum. Yet the raven cult covetously. بحثنا عن الكريستال. في الصورة تقول أكو كريستال. الكريستال هي اللي تقاومهم. بداية اللعبة يعلمك على الحركات، هذا اللي يسمونه العالم بالسلام. تقول تقول اعتقدت انك احسن من هاي. يقول لا تستعمل كل قوتي وياك، بس تقول افضل ان الكريستال اموت ولا اشوف الكريستال وياكم. تدون القتال تعالوا قاتلوني. يقول يونيفرس باك كيبر ساوث لينا كاكيرا، هاي
طيب هنكمل. يقول هاي مو ميتين فاحذروا منهم. نقول ماكو شيء يوقفني. تقول الجسر مال قوس قزح امامنا وويليام هناك لازم نروح له. The crystal belongs to the Raven cult. Don't think you universe peacekeepers can just have it. يقولون انتو صانعين السلام بالعالم. الكريستال انه مو لكم، لا تظنوا انه راح نعطيكم اياها. يقول تسمين هذا سلاح. قوي هذا ويليام. يقول لا ضيعين وقتي تقدمي. تقول دخل قوتك وساعد آلهتنا. شكيت قوي. راح من هنا. طبعا دشيت بأنبوب خدودي كاكيرا. هذا الأنبوب مثل هذا الأنبوب الناقل الزمن، يسمونه وورب تايم. أجانب تابلت اوتوماتيكلي تريس جست. يقول دوس هنا وانت تدفعها. I'm alive because of you. But I have bad news. يقول انا حية بسببك. William still has it. لكن عندي اخبار سيئة، ويليام ما زال يحتفظ بالكريستال. Don't thank me. All thanks goes to Kirill. لا تشكرني، اللي يجب الشكر كيريل. كيريل's pup likes you. But you must go ask Johan about William now. He's a fountain of information. يقول بس لازم تسألين ويليام لأن هو نافورة معلومات. ليفل 2 وصلنا. هاي كاكيرا بطلتنا. Guardian, I assume you had no problem recovering the crystal.
أيوة الحراس يعني أشوف إنه ما عندكم مشكلة في حراسة الكريستال. William overpowered me this time. He got away with the crystal. ويليام كان قوي، تغلب علي وهرب بالكريستالة. يلا روح للبودل، راح ياخذك هناك بلمحة بصر. They bond to a person for life and are able to transform into a most powerful weapon. I saw the spirit's power. It was incredible. Oh, how I wish I could have my own spirit someday. لقيت spirit power، الطاقة الروحانية، إنها قوية كلش. آمل إني في يوم من الأيام أحصل عليها. The owner is Don Rhino. He's the local tyrant in Mirror City. He's powerful and unforgiving and somewhat tight-lipped. نلقيها الملاك الأصلي في مدينة تيكي، ما يغفر، جلاد أصلي. Surely my magic will loosen his lips. نقول بعض من سحري يمكن يأثر على شفتاه. خلينا نشوف كيكيرا ايش راح يسوي. جون كان يحكي وياها. You think there's strength in numbers? My magic will tear you. قل لهم انتم تعتقدون ان عددكم الزايد راح تغلبون علي، انا السحر مالي راح يتغلب عليكم. Outnumbered but clearly not outmatched. You're earning the reputation of a true guardian. You stampede on any part of my territory, you die. هاي اثنين يحكون. دون رينو دمرت كيكيرا. Show me mercy. It's William. You want to know about? Okay. He was last seen in the shadow market. قلها رحميني اذا تردين تعرفين عن ويليام، اخر مرة شفناه في شادو ماركت سوق الظل. ترحمك راح تقتلك قتل يا ترحمك. Rumor has it that he's been training assassins over at the shadow market. تقول اشاعة انه كان يدرب سفاحين في سوق الظل. وصلنا ليفل 3.
تقول واو you have complete a goal come take a look. أكملت هدف. تقول تعلقي نظرة. شوف هنا مكتوب علمنا spirit spirit الروح unlock at level 6 يعني تنفتح بالمستوى السادس level 6 إذا وصلنا له. You will win a special market after the guest is complete. Time to claim. يقول راح تاخذ ماركت خاص بيك إذا المشن كملت. طيب تقول اكو جيست يعني سيفر السمول تقول يعني صغار كومبليت مول اوفر تقول كمليهم كلهم تقصد على مستويات اللعبة. هاي المشهر رحنا لها Chapter 1 Shadow Market. شوف هنا ينطيك المشن اللي يريده منك يطبعه على اليسرى. Chapter 1 Shadow Market Jonathan for Domination About. يعني لازم تروح Shadow Market. So I heard that big dumb rhino mention the shadow. It doesn't make any sense. Why would William train his assassins there? قالها سمعت ان رينو الكبير قال لك عن سوق الظل بس هذا غير معقول يعني ليش يدرب رجاله بسوق الظل اللي قالها. The shadow market. I'll head over and see what's going on there. تقول سوق الظل راح اشوف انا شنو صاير هناك. By the way I just saw Lina and it looked like she was in a hurry. What's going on? هي قالها شفت وحده اسمها لاينا وكانت مسرعه ما ادري شنو صاير. Chapter 1 Lost Winner. Lina needs your help urgently. ولاينا هاي البنية تريد مساعدتك urgently على عجل. إذا مشنين عندك يا بطلة. Chapter 1 Lost Guardian. I have terrible news. Fenrir was taken by the Mantis assassin. Please, please do whatever it takes to get him back. هذيلا عندي أخبار سيئة. لينا خدها الأساسن سفاحين. منتل أساسن سفاحين يعني عقولهم مو صحيحة. إبليس دوادبتو تكس يعني بدي قصارة جودت. ورجعي هذي. Damn it. Where did they go? عليهم اللعنة. من أين ذهبوا؟ They went towards the docks. تقول راحوا بالقرب من الأرصفة. That's on the way to the shadow market. Leave it to me. هذا طريق السوق مال الظلال. تركك الشي على يد قلها.
طيب الآن هاي المشناتنا شايفينهم موزع الخرط عليهم. أول مشن هذين ثلاث نجوم في هذا المشن الثاني تشالنج تحدي. Guardian, Fenrir is being held by the Mantis assassin. They're up ahead on that ship. Hurry! يقول أيها الحراس بينير محجوز هناك بهاي السفينة سرعوا. أنا في طريقي. طيب دفاعات قوية بس راح نعبرها ان شاء الله. هذا بسيط طلب واحدة قاتل. هذا البوس طبعا مونث اساسن سفاح سفاح هذا. كثير تحاكي هذا تقول لا تخاف انت بامان الان راح نروح الهوم نرجع المنزل ديارنا ليفل 4 ليفل اب زاد الليفل. Congratulations. نروح من هنا نشوف شو الشريط. William wasn't at the shadow market. Some trickery is at play. يقول ويليام ما كان موجود في شادو ماركت سوق الظلال. اكو شيء صاير تقول Indeed. The universe peacekeeper said William has just seized the crystal palace. يقول يحكون عنه ويليام يقول ويليام ترك الكريستال بالاس قصر الكريستال. The Raven cult's lust for war is now clear. الان اعلنت الحرب من الغراب ريفن الغراب.
this gear and prepare yourself for battle. This equipment will make you more powerful. يقول خذي هذا الجير واستعدي للمعركة. هاي الجير يخلي يزيد قوتك. زاد القوة مالتها. تكرية وين رايحة؟ تقول فينير يشكرني لأني أنقذته. يقول اختارك أن تكون سيدة. خليه يرافقك الرحلة خطرة لقصر الكريستال. أخذناه شايفين. حتى هذا يحتاج تطوير. يقول when the spirit is activated you will get unique mount and weapons with a lot of state added. Guardian of... يقول لما يتفعل هذا تحصل على أسلحة زايدة. الليفل ماله صعدنا. صار ليفل 2 شايفين. You now have your first spirit guardian. Simply majestic. Spirits have two forms. As an instrument they are your weapon and as a spirit they are your mount. تقول روح نوعين. نوع للسلاح ونوع للروح الذاتية. يقول تقدر تستخدم الروح بالمعركة، استخدمها بحكمة. معركة ثالثة. دولوريس طبعا دولوريس جديدة دشت على الخط، شخصية جديدة. You finally arrived guardian. أخيرا وصلت أيها الحارس. Two raven beasts have opened the portal from which monsters are born. يقول أكو غرابين هم فتحوا الباب للوحوش. Could the raven without maintenance the portal or all is solved. يقول اقتلهم. ككرية تقول لها خلي هاي علي او فيها شغلة يمي.
والله قوية ككرية صارت. ليفل 7 وصلنا، والله فلشتهم بطلة. بطلة بطلة ككريه. هذا تشيست صندوق جوائز. ما راح نلعب مشين رابع، راح نخليه المرة الجاية. هذا اخوكم ماجد، في امان الله.